عرفنا عن حالك، أي متى بلشت بها المجال وشو كان الدافع لدخولك عالم تصميم الأزياء؟ أنا مهند زهير، بلشنا ب 2016 أنا وهاني ومكملين. من أنا وصغير بحب كثير الفاشن، بس ما كنت أتوقع أني أنا أكون فاشن ديزاينر، يعني كنت أتوقع مثلا أكون ستايلست ممكن أو أي شيء بالفن. بس حبيت يعني بعد ما درست فاشن ديزاين طلعت انه انا كثير بحبه لهالموضوع وعندي شغف بالفاشن ديزاين. هاني الصيداوي، انا درست بجامعه اسمود وتعرفت على مهند، بعرفه قبل مهند وتعرفت عليه ونحن سوا بلشنا هديو بال 2016 مثل ما حكى مهند. كمان انا كنت برسم كثير، بحب الرسم، بحب اي شيء له علاقه بمجال الفن، بحب التابع كثير، كنت ترين. هذا الشيء خلاني انه لا، لازم ادرس هذا المجال بطريقه موسعه اكثر، كتاريخ الازياء، كتصميم الازياء. فهذا الشيء اللي خلاني دور على جامعه هيك وسجل بالجامعه. كيف بتوصف الستايل الخاص فيك وشو يلي بيميز تصاميمك عن منافسينك؟ هلا نحن كهاني ومهند كثير بنحب القصص السيمبل الكلاسي، وبنفس الوقت بنحب نروح شوي كرياتيف. يعني تلاقوا عنا في موجود اكيد التصاميم اللي كثير هي بتكون بسيطه وانيقه، وبنفس الوقت اوقات احنا بنعمل شغلات قصص كرياتيف. الى اكيد مين بيحب هدول القصص الكرياتيف، فنحن بنخلط بين هدول الاثنين، بنعمل ميكس. خبرنا عن الكولكشن الجديد يلي اطلقته لموسم الميلاد 2023. احنا اطلقنا كولكشن من فتره قصيره، وهي الكولكشن كانت تحت اسم نيفر اند. نحن مستمرين بهذا الحلم، اكيد عم نطمح لشيء اكبر بكثير. هذا السبب كان الاسم اللي حطينا له الكولكشن. الكولكشن كانت كثير متنوعه، فيها كذا نوع من الاقمشه والالوان، طبعا طبعاً للترند العالمي. اكيد نحن بهالكولكشن توجهنا لكل الصبايا والسيدات اكيد اللي هن مهتمين بالترند، اللي بيتابعوا شو عم يصير بالعالم برا بالفاشن، كل شيء جديد. فبتمنى انه تكون ناجحه الكولكشن مثل النجاح اللي حققناه قبل. خلال السنين السابقه كيف قدرت تحافظ على حضورك بظل الظروف يلي صارت؟ بصراحة هو الموضوع أكيد كان صعب لكل شاب أو كل مجموعة شباب عم يعملوا، كانوا هذا الحلم، يعني عم يعملوا حلم بالبلد، عم يبنوا المشروع الخاص كانوا. فهو أكيد في صعوبات بتواجه أي حدا بهالظروف، بس هو الإصرار أكيد والطموح هي بتخليك تستمري على طول. فنحن ما في أي كان مشكلة بتواجهنا، على طول كنا عم نحاول نتحدى هالقصص هدول ونتجاوزها ونكفي. شو أبرز معالم الموضة العالمية خريف وشتاء 2023-2024؟ هلأ إحنا بالنسبة لعالمياً، هو بصراحة كل سنة عن سنة صارت ما عاد في شيء اسمه مثلاً موضة محددة لكل موسم. إحنا عم نشوف الديزاينرز برا كثير عم يشكلوا بالتفاصيل القماش ولا بالألوان، ما عاد في شيء اسمه ألوان صيف ألوان شتاء ولا قماشة لشتاء ولا قماشة للصيف. إحنا صرنا عم نشوف أوقات المخمل بالصيف، عم نشوف أوقات الألوان الغامقة بالصيف. إذا بدي أحكي تحديداً على هاي السنة، كثير شفنا الألوان القوية كالأحمر، الأورانج، الأصفر، شفناهم كثير بشتاء وخريف 2023-2024.
الأقمشة كانت في كتير رجعة لقماشة التفتة اللي نحن مفضل عنها لأنه من القماش، المخمل، السكوين، كتير كان في تفاصيل تطريزات والشك كمان كانوا موجودين. هو بشكل عام ما في شيء محدد، يعني هي شغلة بتبرز أكتر الشيء بكل موسم والباقي بيكون كله موجود. برأيك قديش مهم إنه المصمم ينوع بالتصاميم والقماش والألوان؟ هلا حلو كل واحد من كولكشن لكولكشن يطلع من حاله، يعني ما شرط يكون هو كل شيء اللي بيحبه او اللي عمله قبل هيك يضل عم يكرره. جرب يستعمل انواع جديده بالقماش، يعملها بطريقه مختلفه عن باقي العالم، يعني اي حدا مستعملها قبل هيك يستعملها بطريقته هو، كيف تطلع بطريقته. اكيد مهم، اكيد تنوع كثير مهم بالقصات والالوان لكل ديزاينر. شو هي الخامات والاقمشه اللي بتفضل استخدامها دائما بتصاميمك وليش؟ هلا نحن شوي سمبل بهاني ومهند، ما كتير منحب كتير القصص اللي فيها شك وتطريز. شو اللي بفضل؟ بفضل هلا حاليا كآخر سنين بفضل التفتة، وبحب المخمل هلا بالشتاء. الكريب كمان بحب استعمله هالفترة كتير. الألوان بنروح دائما للباستيل أكتر، يعني هلا هالسنة والسنة اللي قبلها رحنا للباستيل أكتر، حتى بالشتاء رحنا باستيلات أكتر. شو هي التحديات اللي عم بتواجهها بظل المنافسات الكبيرة وصيحات التكنولوجيا والتسويق؟ هلا بالنسبة لتحديات الموضة، نحن على طول مواكبين كل شيء جديد، يعني نحن كل كولكشن بنحاول دائما نكون منشوف شو عم يصير برا بالعالم بالديزاينر العالميين. ما بيكون هو الموضوع بصراحة عشوائي، يعني هو بيكون أكيد عن متابعة لكل شيء عم يصير، فنحن دائما على طول حاطين نقاط وعلى أساسها عم نشتغل. فبالنسبة لتحديات الترند العالمية، هي بس موضوع ممكن ظروف البلد شوي تأثر بالقصص القماش أو التفاصيل الثانية، بس غير هيك لا، بالعكس يعني الموضوع هو ماله لهالدرجة صعب. مين هي السيدة يلي بتتمنى تلبس من تصاميمك وشو هي صفاتها؟ أي سيدة بتكون مرتاحة مع حالها، واثقة بحالها، مرتاحة بشيء بجسمها ممكن، أو حتى اللي بتحس إنه بدها تحسن من أي شيء بشكل بشيء بالفستان، بفضل إنه كتحدي لهاني ومهند كيف يخلوها مبسوطة أكثر بشكل جسمها. وأكيد السيدة اللي بتكون عم تطلع out of the box من شيء متعودة تلبسه قبل هيك، بفضل إنه تيجي لعنا لحتى تطلع تغير شيء اللي هي كانت تلبسه قبل هيك. مين أبرز السيدات يلي لبسوا من تصاميمكن؟ هلا نحن آخر فترة كان لنا الشرف إنه نتعامل مع السيدة الأولى ونلبس حضرتها دريس. وأكيد في أسماء كتير، في كارلا حداد من لبنان، وفي في كتير أسماء، رابعة الزيات وشيراز، هدول بلبنان. وإن شاء الله هلا قريب في عنا كم اسم هون بالشام، إن شاء الله حين نتعامل معهم شيء بقصص جديدة. أخيرا أنا بحب أشكر كل السيدات والصبايا اللي وثقوا فينا عبر كل هالسنين، وكان ثقتهم بمحلها، وأكيد نحن بتمنى نكون عن حسن ظنكم بالكولكشن الجديدة اللي عم تنزل هلا. بشكر كمان قناة لنا، شكرا كثير على هالمقابلة الحلوة. بشكركم على هالمقابلة الحلوة، وبشكر كل التيم يلي كان معنا وتعب معنا بالكولكشن، دانيا والفوتوغرافر كفاح بلاني أكيد بوجه له أكبر تحية. شكرا كثير.